انا ابو الذهب انا عاوز اقول لا بس قبل اي اسمه عبد الكبير ولا عبد الكريم؟ عبد الكبير. عبد الكبير كابتن. عبد الكبير الوادي مش عبد الكبير. طيب معايا على التليفون كابتن عبد الكبير الوادي نجم نادي سموحه واللي سجل الهدف الثاني النهارده لفريقه، واحد من اللاعبين اللي بيظهروا في الدوري المصري بشكل مميز. كابتن عبد الكبير برحب بيك. مساء الخير يا كابتن، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. اولا مبروك النهارده. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يعني كنت متوقع المكسب على النادي الاهلي النهارده والفوز ان انتوا تسجلوا 3 اهداف، وكنت متوقع ان انت تسجل النهارده كمان؟ كابتن الكوره ما فيهاش توقع، يعني هتنزل لو انت كويس هتكسب، لو مش كويس ومش معاك الحظ مش هتكسب. يعني احنا نازلين، احنا برضو عندنا عناصر كويسه مع احترامي، يعني احنا بنلعب فريق كبير بس احنا برضو عندنا عناصر كويسه ممكن نكسب في اي وقت، وزي ما شفت لعيبه كانت بتقاتل ولعيبه كانت بروح عاليه، ده اللي خلانا نكسب الحمد لله. ايه اللي خلى النهارده فريق سموحه يبقى افضل، ويعني ايه سبب التفوق النهارده بالنسبه لكم على لعيبه النادي الاهلي؟ في حاجات، يعني في نقاط ضعف يعني الفريق، احنا اي فريق بنلعبه في تحليل للاداء، في الفريق ده بيهاجم ازاي بيدافع ازاي. احنا استغلينا الاسبوع كله، احنا بنشتغل في التمارين، بنشتغل ازاي عندهم ورا فراغات اللي ورا هنشتغل عليها ازاي، وزي ما شفت احنا جبنا منهم 3 جوان بنفس الطريقه، يعني تقريبا بنفس الطريقه، وضيعنا جوان كتير زي ما كان يجي فينا جوان كتير، ضيعنا جوان كتير برضه. طيب معاك الاول الكابتن سمير كمونه. عبد الكبير ازيك؟ الحمد لله كابتن. ازيك؟ صحة لا بأس. صحة لا بأس. لا بأس، كل شيء صافي. يا مش لا بأس، مبروك مبروك الهدف اليوم. الله يبارك فيك حبيبي. انت لعيب كويس ولعيب كبير من السنه اللي فاتت متابعينك، وبالذات النهارده قدمت مباراه كبيره قدام النادي الاهلي وجبت هدف رائع الحقيقه، يعني بنحييك وربنا يوفقك في اللي جاي ان شاء الله. شكرا يا كابتن. شكرا لك كابتن عبد الكبير. يعني انت واجهت الاهلي وواجهت الزمالك، قول لي ايه الفرق ما بين لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك من وجهه نظرك وانت جوه الملعب؟ انت كسبت الاثنين كمان. بص يا كابتن، انت بتلعب فرق كبيره، يعني بتتكلم على الاهلي والزمالك، بس مش في الدوري المصري بس، يعني افريقيا، يعني فرق كبيره وفرق يعني جامده وجمهور كبير، ناس متابعه. انت شفت النهارده، يعني انا حسيت نفسي لعب في القاهره مش في اسكندريه، يعني ما شاء الله الجمهور مليان ازاي وبيشجع ازاي. ما مش هقول لك يعني في فرق كبير ولا حاجه، يعني تحس نفس الطريقه، يعني انت بتلعب الزمالك زي بتلعب الاهلي، اللي بيفرق انت هتلعبهم ازاي. ما هو ده اللي حصل، يعني احنا الطريقه اللي لعبناهم بها استطعنا ان نكسب ونشتغل على نقاط الضعف زي ما قلت. كابتن عبد الكبير، لو انت عندك عرض من الناديين، اي لعيب بيتمنى ان يعني في مصر وفي الوطن العربي في افريقيا، عندك عرض من الناديين من الاهلي والزمالك، تفضل اي منهما؟ زي ما انت لو انت لو لاعب وخيرك هتختار مين؟ انا مش لاعب، انا لو لاعب يعني وقتها هاخد القرار واعلنه، مش هخاف يعني. لا انا ما بخافش. ايوه انا عارف انك ما بتخافش. ايوه الفرق كبيره الاثنين، وانا يعني ما بنتميش لاي فريق، يعني ولا بشجع ده ولا بشجع ده، الفرق كبيره. يعني انا برضو كنت بلعب في الرجاء، يعني فريق كبير وعنده جمهور زي الاهلي زي الزمالك، يعني مش فارق معايا الصراحه. يعني طيب مين النادي يعني انت بتقول لي لو انت مكاني هتروح فين؟ انا هروح في المكان اللي انا هلعب فيه. ما انا لو انت انهي او اللي هيناسب طريقه لعبي، انت اي من الناديين يناسب طريقه لعبك؟ والله هما الاثنين يا كابتن، يعني عادي برضه مفيش فرق، هما عادي، يعني يجي مدرب كل مدرب بيلعب طريقه لعب
ولو المدرب ده شايفني انا اناسب لطريقه اللعب اللي هيلعب بيها اكيد هي هيكلم النادي وعايز اللاعب ده يعني كل مدرب وعايز طريقه لعب وعايز لعيبه معينه يعني لعيبه تلعب على الخط لعيبه بتخش جوه وسط الميدان يعني ولعيبه بتشوف الملعب ازاي وكل مدرب وعنده تكتيك معين وعنده لاعب معين عايزه يلعب بيه يعني حصل يعني حصل مفاوضات بينك وبين نادي الزمالك ولا لا؟ لا مفيش حاجه مفيش حاجه هل انت حاجة. مكمل في نادي سموحه في الموسم اللي جاي ولا عندك عروض تانية ولا انت سايبها لا لسه؟ في عروض في عروض بس مش هقول لك يعني الفريق مين ولا في عروض وانا ما انا في عندي وكيل بيكلموه وانا اهم حاجه مركز يعني نفنش يعني الماتشات دول كويس مع النادي اجيب جوانا اساعد الفريق يكسب ازاي نفنش رابع ان شاء الله ان شاء الله والخير ان شاء الله هيجي ان شاء الله هيجي كابتن سمير كمونة بيقول لك جاي لك عرض من سيراميكا جاي لك عرض من سيراميكا يا عبد الكبير جايين عروض ان شاء الله عروض جاي لك عروض كتير انت ربنا يوفقك بس كابتن سمير يعني انا ما اي حد ما بتكلمش مع حد يعني بيكلمني من فريق ثاني ولا حاجه ما بتكلمش مع حد عندي وكيل انا مركز يعني افنش كويس ان شاء الله ربنا يكرمك بالتوفيق